دكتور آصف ملحم من موسكو، منذ 2019 عندما عقدت القمة الروسية الإفريقية الأولى في سوتشي وصولا إلى القمة الروسية الإفريقية الثانية، متغيرات بالجملة، لكن ما الذي أنجز أو تحقق إذا ما أرادت روسيا أن تقدم سجلا لما حققته في شراكتها مع إفريقيا؟ مساء الخير لكم وللسادة الضيوف والسادة المشاهدين. سيدي، كانت نعم القمة الإفريقية الأولى والمنتدى الاقتصادي الإفريقي روسيا الأول الذي انعقد في سوتشي، وأنا كنت حاضرا في ذلك المنتدى وتابعت كل نشاطاته. في الواقع كان هو نقطة الانطلاق ذلك المنتدى لإعادة العلاقة بين روسيا والدول الإفريقية، فهناك تركة يعني تاريخية كبيرة من عهد الاتحاد السوفيتي، في وهناك ثقة متبادلة بين الدول الإفريقية وروسيا، وهناك يعني رغبة حقيقية عند روسيا العمل في إفريقيا وعند الأفارقة العمل أيضا في روسيا. وفق المعطيات التي لدي سيدي، على سبيل المثال أستطيع أن أقدم بعض الأرقام البسيطة. بين عامي 2019 و2023 كانت عدد الدول الإفريقية التي تتعامل مع روسيا 8 دول فقط، أصبح الآن 11 دولة. كان حجم التبادل التجاري بين روسيا حجم التصدير من روسيا إلى إفريقيا 13.9 مليار دولار، وفي عام 2021 أصبح 14.7. بالمقابل حجم التصدير من إفريقيا إلى روسيا كان في عام 2019 2.9 مليار دولار، وعام 2021 3 مليار دولار. هذه ايضا عدد الطلاب ايضا، يعني عندي قائمه طويله هون بعدد الدول التي بدات يعني ترسل طلابها الى روسيا للدراسه، فكان فقط في عام 2019 على سبيل المثال كان عندنا زامبيا، انغولا، مصر، اما الان اصبح عندنا انضاف الى هذه الدول غينيا ومالي. إذن هناك نوع تطور بطيء جدا. نحن نعلم جيدا أن الحرب الروسية الأوكرانية تركت أثرا كبيرا، وهناك كما تفضلت حضرتك هناك تنافس يعني في إفريقيا بين مجموعة من اللاعبين الدوليين الكبار، وخاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين وإيران وتركيا وغيرهم، ولذلك هذا التطور بطيء. وهناك الكثير بالمناسبة هنا في روسيا صدرت الكثير من الدراسات، الكثير من الأبحاث حول هذا الموضوع، والجميع يعلم أن هذا التطور ما زال بطيئا. يعني عندما انعقد القمة الأولى تقريبا أرقام لم تتغير كثيرا عنها اليوم، صحيح، ورغم بطئه لا بد من العمل ومتابعة العمل. القارة الإفريقية نفسها تعاني من الكثير من الصراعات الداخلية والفقر والمجاعة، وبحاجة هي في الواقع إلى حلول مستعجلة، إلى حلول سريعة. وبالمقابل ما تقدمه روسيا يعني هو حلول تحتاج الكثير من الوقت، على سبيل المثال المنطقة الصناعية المراد بناءها في مصر، يعني الحديث عنها بدأ في عام 2007 ولن يشرع بالعمل بها تقريبا إلا منذ سنة. إذا الموضوع بحاجة الكثير من العمل والكثير من البناء، ولكن أعتقد المناخ، يعني نحن عندنا مجموعة من العوامل التي تؤكد على أن روسيا قادرة على العمل في تلك القارة، كما ذكرت هو التركة السوفيتية، الرغبة بالعمل والدافع الذاتي عن الطرفين، القدرة التنافسية الكبيرة للمنتجات الروسية أيضا بالمقارنة مع المنتجات الغربية، هناك توافق بمجموعة القيم والمبادئ التي تتبناها روسيا ودول إفريقية، هناك مصالح ومنافع مشتركة كبيرة جدا. يعني القارة الأفريقية غنية بالثروات، غنية بالإمكانات، مناخ الاستثمار فيها متاح بشكل كبير جدا برغم مناخ التنافس الموجود. وإذا أضفنا إلى ذلك أن الدول الغربية لم تأتي يوما إلى القارة الإفريقية كجمعات خيرية، بل جاءت مستغلة، وهناك أرقام أخرى لدينا تؤكد على أن حجم الأموال التي يدخل من الدول الغربية تحديدا إلى إفريقيا أقل بكثير من حجم الأموال التي يخرج إلى تلك الدول، وبالتالي تدخل هذه الدول مستغلة. أما روسيا والصين وهذه الدول التي نحترمها تدخل إلى أفريقيا تحت شعار الشراكة وليس تحت شعار الاستغلال، وهذه مسألة أيضا بحاجة إلى أن تراجع في بعض جوانبها.